عايزة كنت معانا في الفترة في كانت أكثر من دول المغرب، وبالنسبة لعدد الحوادث تم أقل من أكثر. بس يعني وكنا عارفين بأن كان بسبب الأسباب، وكنا على حسب الرأي ديالكم كمان السبب الرئيسي اللي كيجعل هذا الاحتمال. السبب الرئيسي أنا بنتكلم إلى هو السبب ديال القضية. كل شيء شاشي لا لا حاشي خاص باسيسي